للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا من دبي رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب السيد رائد الخضر. أهلا وسهلا بك رائد معنا على سكاي نيوز عربية من جديد. دعنا نبدأ أيضا من حديث الجميع مرة أخرى، البيتكوين هل انفجرت الفقاعة وانتهينا منها أم نحن في بداية جديدة لارتفاعات جديدة؟ لا، إلى درجة كبيرة يعني تتصف هذه العملات المشفرة إجمالا بالتذبذب الكبير، وهذا الأمر كان معروف خلال الفترة القليلة الماضية بالثلاث أشهر الماضية، مثل هذه الارتفاعات والانخفاضات، حتى وإن كان هذا الانخفاض حادا بعض الشيء، ولكن هذه هي طبيعة هذه العملات، لا يمكن أن نصفها بأن هناك انهيار أو انفجار بالفقاعة، ولكن إجمالا تتصف هذه العملات بالمخاطرة الكبيرة وبالتذبذب الكبير، فإجمال الفولاتيليتي الحادة هي صفة بارزة فيها، وتراجعات هذه تذكرنا بالانطلاقة الأولى عندما وصلنا إلى مستويات 4000، ومن ثم عدنا للانخفاض مجددا في شهر سبتمبر بنتيجة منع الصين للآي سي أوز. إجمالا يعني كل ما كان في عندنا أبروتش أكثر من الريجوليترز أو المنظمين والقوانين، سوف يكون هناك ضغط على العملات الرقمية بشكل كبير، لكن لا تزال الماركت كاب أو كبير نسبيا يدعم وجود هذه العملات. هو بالتأكيد من المفضل جدا خلال بعد هذه التراجعات التي شهدناها على الأقل أن يتم بالفعل يعني وضع بعض الريجوليشنز أو بعض القوانين لها لوقف على الأقل التذبذب الكبير الذي أدى بالنهاية أدى إلى بعض الخسائر للعديد من الأشخاص خصوصا من دخل متأخر. أنتقل معك لموضوع الدولار. تمام. اليوم حاولنا الارتفاع من جديد، وأيضا يوم أمس حاولنا الارتفاع من جديد فشلنا مرة أخرى. هل نحن باتجاه مستمر؟ أي المستويات التي نتوقعها بالنسبة للمؤشر العام؟ كمؤشر للدولار الأمريكي لاحظنا أنه في عندنا مستويات مقاومة تمنع أي ارتفاع حاليا أو بالفترة الماضية للدولار إندكس إجمالا عند مستويات 91. هذه المستويات تعتبر إلى حد ما مستويات مقاومة مهمة. الدولار الأمريكي يعني لا يزال في اتجاه هابط فنيا، ولا يزال هناك ضغط كبير بالاتجاه الهابط أو بالاتجاه البيعي مدعوم بمجموعة من العوامل الرئيسية، سواء حتى فيما يتعلق بالسياسة النقدية داخل الفيدرال الأمريكي والانقسام الداخلي ضمن الفيدرال الأمريكي نحو التوجه بتشديد سياسة النقدية بشكل أكبر نتيجة التخوف من مستويات التضخم وما إلى ذلك، لكن أيضا وجود العديد من البنوك المركزية حول العالم التي تتجه نحو تشديد السياسة النقدية ضغط أكثر على أداء الدولار الأمريكي. من المتوقع أن يبقى تحت الضغط، والاتجاه العام هو اتجاه هابط حتى اللحظة. أنتقل أيضا بنفس الوقت على المملكة المتحدة. هناك خلال اليومين الماضيين سمعنا شيء لم نسمعه من قبل، بأنه لازال الاتحاد الأوروبي يرحب بأن تعود المملكة المتحدة عن قرارها وأن تعود إلى المملكة المتحدة. الجنيه الاسترليني مستويات 38، يوم أمس 39.30. هل نحن على أبواب مستويات 40 قريبا أم انتهت هذه التحركات وقد نعود إلى التراجع؟ حقيقة يعني تعود مجددا الفولاتيليتي على تداولات الجنيه الاسترليني، وحاليا في حركة اتجاهية طبعا بنتيجة استفادة من ضعف الدولار الأمريكي مؤخرا، وأي أخبار إيجابية فيما يتعلق بالبريكزيت فيما فيه إيجابية للمملكة المتحدة ظاهرة، طبعا هذا الحديث ممكن يضغط بشكل أكبر على المفاوضات. وجود مثل هذه النوايا تعني أنه تكون المفاوضات أكثر شراسة في الفترة القادمة، خصوصا مع تعهد صناع القرار داخل المملكة المتحدة بتنفيذ كلمة الشعب والخروج من الاتحاد الأوروبي، بالتالي ذلك يزيد من احتمالية أن يكون البريكزيت هارد بريكزيت، وهذا قد يعطي ضغط أكبر. لكن الاستفادة الحالية سواء كانت من ضعف الدولار الأمريكي ومن قوة الجنيه الاسترليني قد توصلنا إلى مستويات 1.40. برايد بنفس الوقت الذهب اليوم يعني أيضا من جديد نعود للارتفاع، هل ننظر إلى مستويات 1500 هذا العام؟ حقيقة إلى درجة كبيرة التفاؤل يزداد بشكل أكبر بتعاملات الذهب إجمالا، نرى مومنتم، نرى زخم بالاتجاه الصاعد، يعني طبيعة الاتجاه الصاعد على أسعار الذهب واضحة بشكل كبير، يعني حتى إذا بدنا ننظر إليه أنه الارتفاعات أكثر حدة
في الفترة الماضية كانت، وبالتالي ومستويات واحترامه لمستويات دعم حقيقة هذا يضغط بالاتجاه الصاعد. أيضا جميع السلع تستفيد من ضعف الدولار الأمريكي وتكتسب مزيد من الزخم بالاتجاه الصاعد. مستويات يعني 1400 حاليا تعتبر هي المستويات المستهدفة على المدى المتوسط تقريبا. طبعا يحتاج ذلك أن يكون هناك اختراقات للقمم السابقة التي كان قد رسمها الذهب. أشكر حضورك معنا اليوم، بالتأكيد رئيس قسم الأبحاث في أكوتي جروب السيد رائد الخضر كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك.